فقول معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس؟ كلمة الناس يظهر منها في هذا الحديث ليست على العموم، وإنما يكون التبشير للمؤمنين، وإطلاق كلمة الناس على البعض موجود في كتاب الله عز وجل. قال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس في الكلمة الأولى نعيم ابن مسعود فرد واحد، والناس في الكلمة الثانية هو أبو سفيان وقومه لما عادوا من غزوة أحد